أما النجم التايلندي الصيني مايك أنجيلو فكان من بين النجوم الشباب يلي تواجدوا بمهرجان ضيافة بدورته هالسنة، وتكرم بحصوله على جائزة بست انترناشونال ستار. وهو ما كان بس سعيد بحصوله على هالتكريم، وإنما أيضا لأنه بيزور دبي للمرة الأولى، وهيدا موضوعنا بتراكينج ستوري نمبر 2. It's my first time here in Dubai and I'm very excited and very nervous. ومع انه ما قضى وقت كتير بدبي الا انه هاليومين كانوا كافيين ليخلوه يفكر بزيارة اطول، ونشر بوست على انستغرام كتب فيه بما معناه انها اول مرة لي في دبي، شكرا لاستضافتي لقد احببتها. We had some nice dinner next to the beach. It was great. I love the people here so much. وهالحب بادلوا فيه معجبينه بالوطن العربي، فملأوا حساباته على السوشيال ميديا بالترحيب وبالتعبير عن سعادتهم بتكريمه. Thank you for supporting me and I'm really surprised I have fans in the Middle East and wow, it's really an amazing feeling and I hope you guys are well. And again, thank you for your support. وهالعلاقة مع الجمهور العربي والعالمي كانت بدأت بسنة 2005 مع الأغاني الديو يلي كان يقدمهم مايك مع شقيقه جول. وبال 2010 بدأ يطلق أغاني سينجلز. وخلال مسيرته قدر مايك يحصل على عدد كبير من الجوائز من عدة بلدان، وأيضا دخل عالم التمثيل وقدم عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية مثل مستر سويمر. وحاليا عم يتحضر مايك لإطلاق عمل تلفزيوني جديد بمناسبة فالنتاين. I am having a new TV series coming out in China. It's called My Amazing Boyfriend. Yeah, it's gonna be great. وبالإضافة لهالعمل فهو محضر مفاجأة سينمائية شاركنا بشوية تفاصيل عنها. Well, the only thing I can tell you is that we're gonna be filming here for a month. I'm gonna be playing this crazy guy who's gonna be like, you know, exploding everything.